السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشتغل على كف خشب متنفذ عند النجار، يعني اتطلب منه الشكل وهو نفذه. فأي نجار، أي ورشة نجارة ممكن تنفذ الشكل، بترسمه على الكمبيوتر وبعدين بيقص الشكل بالظبط. طبعا أنا دهنته في الأول، اديته وش ورنيش مائي علشان اسد مسام الخشب، وبعدين هدهن طبقة بلاستيك ابيض على الخشب علشان لما اجي الون اللون اللي انا عايزاه يديني لون بالظبط، يطلع اللون مظبوط. هيتلون كله بعدين اسيبه ينشف وبعدين ابتدي الون اللون اللي انا عايزاه. كده بعد ما دهنت الابيض ونشف وصنفرت الابيض كله، نعمت الدهان بالشكل ده، هبتدي ادهن اللون اللي انا عايزاه. اللون اللي انا عايزاه ده لون ازرق، هدهنه بالفرشة او بالاسفنجة، خلينا بالاسفنجة احسن. اللون الازرق اللي انا عايزاه اهو، طبعا الرفيع اللي جوه ده هستعمل الفرشة عشان ادخل بعدين ادهن. هيبقى بالشكل ده كله، وهعمل تدرج الوان. الازرق هحط معاه ابيض شوية بحيث انه يديني لون فاتح وغامق. خلص التلوين كله، بعدين نشوف الخطوة اللي بعد كده. انا الجزء ده طبعا سايباه، مش محتاجة الون فيه او لاني هحط فيه مراية. دهنت الازرق، خلصت دهانه وسبت الفراغات ديت بالابيض، هقولكم دلوقتي ليه. الخطوة اللي بعد كده، انا عندي وحدات زجاجية، هلزقها حوالين المراية، ممكن ألزقها بالشمع أو ألزقها بالغيرة. أنا مجهزة الشمع دلوقتي عشان ألزق، هو طبعا الشمع هيبقى أأمن ليها وتلزق على طول. هحاول أظبط المسافات بتاعتي عشان تبقى مظبوطة معايا. هعمل داير القطر نفسه كله بالمنظر ده. كده لزقت كل الاطار بحبات الزجاج اللي هي شفافة. هاجي على الثلاث اجزاء الابيض دول، انا عملتهم ليه ابيض علشان هدهن عليهم، هحط عليهم غيرة.
كانوا ازرق، وبعدين جربت ان انا احط ليهم عليهم خرز ازرق، لقيته بقى لونه غامق، فعشان كده شلته ودهنته ابيض علشان اللون يبان، لون الخرز اللي انا ضايفاه يبان. هو لان الخرز بتاعي خرز زجاجي فشفاف، فلما اضفت اللون اللي تحتيه كان ازرق كان مديني لون غامق، لكن كده هيبان لما يتحط. هيبقى الثلاث اجزاء دولت هحطهم باللون الازرق. وطبعا هسيب ينشف خالص، بضغط انا علشان يمسك في الغيرة اللي انا ضايفاها، الطبقة اللي انا ضايفاها من تحت، والزيادة طبعا هشيلها. ونفس الطريقة هعمل الاتنين دول. كده لزقت الخرز الازرق على الازرق القاعدة النجمة، هعمل الاتنين بلون تاني. بحط الغيرة واحط عليه الخرز يمسك في بعض. عندي لون ده هحطه، بنفس الطريقة اللي عملت بيها الأزرق. هيملالي النجمة كلها، ولما ينشف هيبان الشكل. وطبعا هعمل النجمة التانية نفس اللون. كده وصلت لاخر مرحلة للكف، بحيث ان انا مليت خلاص كل الاجزاء المفرغة عملتها بالخرز الوان، ولزقت المراية، ودي النتيجة النهائية للعمل. اتمنى يعجبكم ان شاء الله ويكون مفيد ليكم، والى اللقاء في عمل جديد باذن الله.